المنحوس ومنحوس ولو حمل فانوس. مرحبا يا شلة، كنت أفكر بشكل علمي وفهمت ما يحدث مع جامبول. مساء أمس كنا نحضر أنا وجامبول مائدة العشاء. واو، ما رأيناه كان أكثر شيئاً محظوظاً في الدنيا. لذا وفقاً لحساباتي جامبول استعمل كل حظ الجيد في يوم واحد ولم يترك أي حظ احتياطي. أحسنت، هذا ليس علمياً لكنه معقول، وكاستنتاج منطقي لهذه النظرية على جامبول إنهاء اليوم بخير وستعود الأمور على طبيعتها غداً. ممتاز. سأعود سريعاً واترسون، لدي بعض الأمور الهامة لأنجزها. ماذا؟ لا، لا تتركني. ستبقى مكانك لأنك معاقب في الحجز. لا، افهمني أرجوك، أنا في خطر كبير. ستكون في خطر أكبر إذا تحركت من مكانك. ناظر براون أرجوك. يا ماما، علي الخروج من هنا. لا، لحظة، سوف أجلس بلا حركة، بلا أي تي. عفواً، نسيت أن أغلق الباب بقوة. أجد مكاناً آخر أجلس فيه بلا حركة. جيد أنني صادرت هذه. واترسون، لما خرجت؟ هيا أيها النحس، تعال وواجهني الآن، أرني كل ما لديك. لا لا، أنا آسف، سامحني. لم أمت. بأحلامك يا نحس، أنا لا أنكر. أكيد سأنجح، أكيد سأنجح، أكيد سأنجح، أكيد سأنجح، لن أنجح أبداً. ماذا حدث؟ قال الطبيب إنك محظوظ لأنك نجوت. محظوظ جدا جدا جدا. محظوظ؟ هل تقصدين أنني تخلصت من النحس؟ وهذا يثبت نظريتي العلمية، أليس كذلك؟ وبما أن العلم لا يفسر كل شيء فلنركز جميعا معا لنحصل على تذاكر دايزي لاند. تذكرة دخول عائلية لدايزي لاند؟ أوه، تذكرتي. من يدري إلى أين ستحملها الرياح؟ هاي، تذكرة دايزي لاند. من يدري إلى أين ستحملها الرياح؟ انظري ماما، تذكرة دايزي لاند. ماما، من يدري إلى أين ستحملها الرياح؟